يا رب ان شاء الله. دكتور احمد ثابت، يعني جمهور الاهلي يعتبر محظوظ ان البطوله ابتدت بسرعه بعد نهائي الافريقي امام الترجي وهزيمه يمكن بعض ما كانش متوقع ان النادي الاهلي يخسر اللقب الموسم الثاني على التوالي، فبالتالي في حظ حلو قوي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ان البطوله تكون سريعه، وكمان مهم جدا ايضا البدايه تكون قويه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يحقق اللقب. طبعا مهم جدا زي ما حضرتك بتقول كده، البدايه كمان الفتره قليله قوي بين نهايه البطوله اللي فاتت والبطوله دي، قدامنا 6 شهور نلحق نعوض الجمهور يعني بالهزيمتين اللي فاتوا دول. الجمهور عايز ينسى بالفوز، طول ما انت بتكسب مباراه ورا الثانيه ورا الثالثه والبطوله في خلال 6 شهور والتدعيمات اللي هتحصل في الفتره ديت، نعدي بس البدايه مهمه جدا، ان انت بتديك دفع معنوي، بتنسي الناس الهزيمه اللي حصلت مثلا في النهائي قدام الترجي اللي فاتت. بالزبط. مهمه جدا، بتديك دافع، خاصه كمان ان القايمه النهارده محدوده جدا وانت بتلعب ب 23 لاعب بس ولسه التدعيمات هتيجي. فالبدايه النهارده مهمه جدا، وخاصه كمان في المفاجات، دايما الادوار اللي هي ال 32 ديت بيحصل فيها بعض المفاجات ان هي تخرج على طول، مفيش تعويض، بنحذر منه اكيد. مفيش تعويض يعني النهارده، يعني دور ال 32 عامه النادي اللي بيخرج مفيش تعويض، لكن انت في دور المجموعات خسرت مباراه بتقدر تعوض، خسرت مباراه اثنين، يعني السنة اللي فاتت مثلا في المجموعات احنا بدأنا اول اثنين اول ماتشين خسرناهم، بعد كده قدرنا نعوض ونتصدر المجموعة. لكن في الأدوار ديت بتبقى أدوار يعني زي انه هي نوك اوت، ذهاب وإياب، لازم تكسب فيها، لازم تكون البداية قوية ومفيش أعذار، يعني النهاردة إن شاء الله مفيش أعذار زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال كده. إن شاء الله مهم جدا النهاردة إن تكون البداية قوية جدا، وتكون إن هي تكون دافع، تديك دافع، تدي دافع للجمهور، تدي دافع للإدارة، تدي دافع للاعبين، تدي دافع للجهاز الفني، مهم جدا الفوز ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. طب